فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب أن أرد السلام كتابة على من سلم علي في رسالة جوال، أم أكتفي بأن أرد عليه نطقا عند قراءتي لها؟ ما يبلغه ذلك، الرد أن يبلغ المردود عليه السلام، يبلغه ذلك، ما يبلغه بهذه الطريقة، لكن تكتب له رد السلام لا بأس. نعم.